السلام عليكم. دائما تأتينا رسائل تخويف، تخويف من السرطانات، تخويف من الأمراض، من الفشل الكلوي، من كذا من كذا، من الأمراض المعدية، من الحروب، من الاقتصاد وغير ذلك. هذا ديدن الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، لكن بالمقابل الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بالرزق ووعدنا بالغنى، والله عنده مغفرة ورضوان. الله سبحانه وتعالى هو الحامي والحافظ، فلذلك الخوف أكبر مرض وأكبر مصيبة تحل بالناس. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المصائب في القرآن الكريم بدأ بالخوف، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخائف لا يستلذ بأكل ولا بشرب ولا بأي نوع من أنواع الحياة الكريمة بسبب الخوف. إذا نثق بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونعلم أن الأمة لو اجتمع عليها ينفعون بشيء لم ينفعون بشيء قد كتبه الله.